مرحبا بيكم، ازيكم؟ كويسين؟ اذكركم مؤتمر الشباب يوم 11 الشهر ده، فمش يوم 11، وبعديه مؤتمر عام في نفس الشهر. انتوا كويسين؟ رب صالح جدا. ربنا موجود في المكان، ما اعرفش انتوا حاسين ولا لا، بس روح القدس بيرف في هذا المكان، ف ما نضيعش الفرصه. مش مضيعش الفرصه يعني اعمل حاجه بالجسد او بضمير شكايه، لكن ما نضيعش فرصه بمعنى ببساطه روحك كده، اقول انا رب بفتح وارمي جوايا وحط جوايا، انا بمد ايدي عشان اخد كل حاجه انت عايز تدهاني النهارده واحطها جوايا واقفل عليها لن افقدها. الرب دايما مش بيجي يتكلم حيث انت، الرب دايما بيجي يتكلم على اللي لسه ما حصلش في حياتك علشان ياخدك من الحته اللي انت فيها. لو انت محصور في اللي حصل كماضي او محصور في اللي بيحصل كحاضر، بتفقد ما يريد الرب أن يصنعه في مستقبلك. رب مهتم مستقبلك قوي، مهتم يغير حصاد الماضي والحاضر علشان تحصد مستقبل مختلف. فرب يخلق لك مستقبل مختلف. خلق المستقبل مربوط بالماضي والحاضر، لأن الماضي والحاضر اللي هو فيها البزار اللي منها المستقبل بيتكون، من قرارات، من كل حاجة حصلت في الماضي وفي الحاضر. ورب حريص جدا يخلق لك مستقبل ورجاء. آية موجودة في أرميا: نعالم الأفكار التي أنا مفتكر بها عليكم، أفكار سلام لا شر، لأخلق لكم، مكتوب في العربي بتاعنا آخرة. آخرة ده يعني حاجة مستقبل، يعني حاجة تحصل وتستمر لغاية الآخر. آخرة ورجاء، فده تحط بدل أخيرة ده مستقبل. فرب بيخلق مستقبلك، وبيخلق مستقبلك برجاء. من أحلى بتجيلنا شهادات كتير، بس يعني حاجة حصلت الأسبوع اللي فات، قابلت أحد قادة العمل الروحي في مصر، ما بشوفوش كتير، هو ومراته، فقابلته الأسبوع اللي فات، من قادة اللي ما بشوفهمش كتير يعني. فقال لي: أنا عايز أقول لك شهادة. فقلت له: حاجة حلوة، كويس أوي، شهادة. قال لي: شهادة بس عمرها 3 سنين ونص. قلت له: كويس. قال لي: من 3 سنين ونص كان عندنا واحدة بتحضر في الخدمة بتاعته، وهذه البنت حالتها صعبة جدا من كل جهة. فدي شهادتها يعني. فقال لي: البنت جات لي في يوم من الايام، قالت لي: انا الاسبوع اللي فات رحت حضرت اجتماع لواحد اسمه نادر. فلان طبيعي ما بتحضرش، ولا بتحضرش دلوقتي يعني. فوصل لي في الاخر وقال كلام: يا اما الراجل ده ما يفهمش حاجه، هي بتقول له كده، يا اما الراجل ده ما يفهمش حاجه، يا اما ربنا شايفني بعينين مختلفه، لانه قاعد يقول لي كلام مش حاصل في حياتي، بس بيقول لي كلام مش حقيقي. فالراجل كان من الحكمة وقال لها: بس بصي، في الأغلب زي ما أنتي قلتي ربنا شايفك كده. قلت له: ربنا شايفني كده يبقى أنا حياتي لازم تتغير. فبيقول لي كده، بيقول لي: من يومها، من 3 سنين ونص، حياتها كلها اتقلبت، لأنها اختارت أنها تصدق حاجة مش حاصلة، بس اختارت أنها تحصل. قلت له: طب أخبارها إيه بعد 3 سنين ونص، يعني جايب شهادة من 3 سنين ونص؟ قال لي: لا لا لا، شايفها دي الخادمة اللي واقف معانا هناك على الناحية التانية. فرب صالح. أنا ليه شاركت القصة دي؟ علشان أنا شاركت القصة دي عشان أول حاجة واحدة بس، لو رب يكلمك على حاجات مش حاصلة في حياتك، رب يخلق لك مستقبلك. ما تبصش تحت رجليك وتقول: ما ده غريب وده مش حاصل وده، وربنا مش حاسس بيا ولا إيه؟ ربنا مش شايف اللي أنا بمر بيه ولا إيه؟ دايما ربنا بيكلمك على اللي مش حاصل عشان تروح له،
عشان تخرج مما أنت فيه كتير، لأن بنشفق على نفسينا، بندور في نفس الحتة اللي بندور فيها، بنفضل سنين ورا سنين ورا سنين. اذكروا اليهود، اليهود في العهد القديم ماتوا في الدوران، ماتوا في الدوران. الدوران ما الحركة مش كل حركة بركة، انك بتدور في نفس النقطة ده مش بركة، انك بتدور في نفس الحتة ده مش بركة. كتير ربنا ياخدك وموريك حاجة تانية. كانوا عبيد وقال لهم ارض تفيض لبن وعسل، انت مش حاسس بينا؟ لا، انا فديت كل حاجة، انا حسمت كل حاجة، انا دفعت على الصليب ثمن كل حاجة. فانا بكلمك عن حاجة مش موجودة دلوقتي، بس بكلمك عن حاجة دفعت ثمنها، اسمها ارض تفيض لبن وعسل. امين. فعايز شجعك دايما، لو لما تلاقي الرب يكلمك على حاجات اكبر منك اعرف ده ربنا. لما تلاقي حد او لو الرب، لو الصوت اللي بيكلمك صوت بيخليك تتذكر ضعفاتك وتقعد تلف فيها، اعرف ان ده صوت ابليس. لا هقولها مره تاني، لو الصوت اللي انت بتسمعه عمال يذكرك في ضعفاتك ويقول لك وتلف فيها، اعرف ده صوت ابليس. لو صوت اللي بتسمعه صوت بيكلمك عن ظروفك واللي حاصل دلوقتي، اعرف ده صوت النفس. ابليس ياخدك ورا، النفس تقعد تلف فيك في اللي حاصل، والروح القدس دايما ياخدك لقدام. الروح القدس دايما يديك رجاء، ابليس دايما يديك شكايه، والنفس دايما تديك شفقه على النفس. ده تعمل جدول كده، صوت ابليس بيعمل ايه، صوت النفس بيعمل ايه، صوت الرب بيعمل ايه. ودايما صوت الرب مليان فرح، مليان رجاء، مليان مستقبل. عمره ما بيلعب في الحاجات، ولا في اللي فات ولا في اللي جاي ولا في اللي حاضر. دايما بيطلقك للي جاي، بس اللي هو بيطلقك للي جاي ده بيقوم مأثر على اللي فات وعلى الحاضر وعلى كل حاجه في حياتك. ربنا لذيذ ودماغه اكبر من دماغنا، مش كده؟ لو ربنا على مقاس دماغنا ما يبقاش ربنا، يبقى كتاب. قرينا كتاب ودخلناه في دماغنا. ربنا مش على مقاس دماغنا، ربنا واسع قوي، متسع جدا. عشان كده روح، الله روح، واللي بيسجدوا له مش بيسجدوا بدماغهم، دماغهم بتخضع. في الاذهان كونوا كاملين، مش بيلغي دماغك، بس دماغهم بتخضع للروح، لان الروح واسع. فاللي بيسجدون يسجدون بالروح وبالحق، او روح الحق. ليه؟ لأنه الروح واسع قوي، وربنا واسع قوي، دماغنا ضيق قوي، فهو متسع، مليان أسرار، مليان نعمة. مخه مش صغير، إحنا صغيرين، مخه مش صغير. متى 21، أنتوا كويسين؟ أنا بحكي معاكم. متى 21، ربنا لذيذ أصل. في بعض الأحيان بننسى أنه لذيذ، بننسى أنه لطيف، بننسى أنه ملز، بننسى أنه جميل. الحياة والاحتكاك الطبيعي والتحلل بتاع البشرية والطبيعة خلينا وشنا كده يعجز. والرب قال تروني فإيه؟ تفتكر؟ تروني فتفرح قلوبكم. متى 21 وعدد 23، لما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين. هو كان قاعد بيعلم وجم يسألوه سؤال، بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ لذيذ السؤال لما ما يردش. تعرف السؤال لما بيردش؟ بالمناسبة كلكم تعرفوا السؤال لما بيردش. لما تزنقوا دايما في سؤال أو لا، روح يمين ولا شمال، قول لي بس يمين ولا شمال، ما بيرد، مش هيرد، ما بيلعبش اللعبة دي. ربنا مش لوتري. ربنا مش بختك يا ببخيت، مش كوتشينة، ما عرفش. ربنا مش بيلعب كده. يشوع قالوا في يشوع، كلكم عارفين الشاهد، أنت لنا أم علينا؟ كلكم سمعتوني بعلق لما جاء رئيس الجند واقف قدامه قبل أسوار أريحة، أنت لينا ولا علينا؟ طب الإجابة واضحة، وإحنا النهاردة في العهد الجديد عارفين الإجابة. طب ما سهلة، طب ما يريح قلبه يقول له أنا معاك. ما قالوش أنا معاك. ما قالوش أنا سؤال، أنت لينا؟ الإجابة أنا ليك. ما ريحش قلبه.
قال له أنا ولا معاك ولا ليك، أنا رئيس جند الرب الآن أتيت، اخلع عليك. يعني دايما الإجابة امشي معايا، مش لا أتجوز محسن ولا أتجوز عمر، امشي معايا هتعرفي محسن ولا عمر، بس امشي معايا. أنا مش بقول محسن ميم أو عين فتعرفي محسن ولا عمر، امشي معايا، أنا رئيس جند الرب، امشي معايا، اخلع أنا عليك. يا ريتها سهلة، حد يقول، مش أنا اللي بقول، يا ريتها هي أسهل الطريقة التانية، لأن في الطريقة التانية ما بتقعدش تحتار تسأل، وأنت ماشي معايا بتبقى سهل قوي، محسن ما ينفعش، لحس يكون في حد ما أقصدش، دي مش كلمة أنا بقولها لأي حد هنا، لأي بنت هنا متقدم لها واحد اسمه محسن، نو. وانت ماشي بتعرف، وانت ماشي بتعرف يمين ولا شمال، وانت ماشي بتعرف شغل واني شغل فيهم، وانت ماشي بتعرف يمين انت لينا ولا علينا. طب الاجابه سهله، ما تريح قلب وما تقول انا ليك حبيبي. ربنا بيستغل العلاقه، ربنا بيستغل العلاقه جدا، علاقتك معاه، انك تتمشى معاه، تمشي معاه، قلبك ماشي معاه. تقول لي ان قلبي ماشي معاه ومتحير، اقول لك ارتاح، ارتاح وانت ماشي معاه. ما ترفضش وانت ماشي معاه، وهتلاقي نفسك بتنساب، بينساب، يحفظ رجليك. يعني مكتوب كده، يوصي ملائكته بك فلا تصطدم بحجر رجلك. مرة كمان عشان انا ممكن اقعد احكي كده ساعة، متى 21، بأي سلطان تفعل هذا ومن اعطاك هذا السلطان؟ يسوع ما ردش، اجاب يسوع وقال لهم، وانا ايضا اسألكم كلمة واحدة، يعني جينا نسأل سؤال بسيط، هيقول لهم سلطان، يا سلطان ابويا اللي في السماء. في اجابات كتيره ممكن تقولوها، مش كده؟ لهم لا مش هرد عليكم، انا هسالكم سؤال، فان قلتم لي عنها، اسالكم كلمه واحده، ان قلتم لي عنها اقول لكم انا ايضا باي سلطان افعل هذا. معموديه يوحنا من اين كانت؟ من السماء ام من الناس؟ بس فجم يسالوا سؤال، ام سالهم سؤال، ففكروا في أنفسهم قائلين، إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ إن قلنا من الناس نخاف من الشعب، لأن يوحنا كان عند الجميع مثل نبي. أجابوا يسوع قالوا لا نعلم. كان يسوع ابتسم كده وقال ها. قال لهم هو أيضا، ولا أنا أيضا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. طب مين يرد على السؤال ده؟ يوحنا نفسه يرد على السؤال ده في انجيل يوحنا، انا بلعب معاكم يعني، بس ده انا بقرا الكتاب يعني. يوحنا نفسه يرد، يوحنا المعمدان نفسه يرد في انجيل يوحنا، يوحنا 3 عدد 27، أجاب يوحنا وقال لا يقدر إنسان أن يأخذ شيء إن لم يكن قد أعطي من السماء. جم سألوا يسوع في متى بأي سلطان تفعل هذا؟ يسوع ما ردش، عشان الرد واضح إن السلطان جاي من فوق، لأنه لا يستطيع أحد أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي له من السماء. من الحاجات المهمة أو من المواضيع المهمة اللي مش عايز أقول مواضيع يعني، بس أساسيات الحياة في حياتك، هو السلطان. ولو احنا بنتكلم بقالنا سلسلة ثلاث مرات يمكن أو مرتين مش فاكر، عن الكنيسة أو التعبير بتاعها، الأصل بتاعها هو إكليسية. إكليسية التعبير الأعمق والحقيقي لكلمة كنيسة، لأن الكنيسة على مستوى شعبي بتحمل بعض الحيطان، بعض الاجتماعات، بعض طقوس أو حاجات كثيرة، كل ده حلو، الاجتماعات حلوة، الحيطان حلوة، الطقوس حلوة، كل حاجة جميلة، بس كلمة إكليسية اللي هي كنيسة في كتاب مقدس لا تعني ولا حاجة من الحاجات دي، كل الحاجات دي مضمونة فيها، لكن كلمة إكليسية يعني جماعة
أو شعب حجارة حية مؤمنين شعب الرب الخارجين من العالم الخارجين من سيستم الواقع والعيان واللي شايفينه واقفين في الروح وآخر كلمة ليحكمه. لو لغيت كلمة سلطان من إكليسية أنت لغيت الإكليسية. لو طلعت من كلمة كنيسة سلطان، لو طلعت من كل ابن وابنة في الكنيسة كلمة سلطان، ما بقتش إكليسية، ما بقتش كنيسة. السلطان مش كماليات جميلة، مش إضافة لذيذة لو تحبها. السلطان ده محور الجينات بتاعت يعني إيه ولاد للرب ويعني إيه إكليسية. لو الإكليسية لا تحكم، لا تعلن سيادة الله عليها ومن خلالها. لو الإكليسية، خلينا نستعمل كلمة إكليسية وأنت فاهم، أنا بتكلم على الكنيسة، بتكلم على كنيسة الرب اللي رب يخلق شيئا حديثا في الأرض، عروس تحيط بالعريس. لو الإكليسية دي ما فيهاش حكم بقتش إكليسية. الإكليسية دورها أنها بتتملي بالسيادة الإلهية وبتطلق السيادة الإلهية على الأرض. إكليسية ناقص سلطان بيبقى ولا حاجة، زي ما يكون الملح فقد ملوحته، يطرح ويداس من الناس. عشان كده فترات طويلة الكنيسة ما كانش ليها قوة، ورب يرد قوتها لأنه بيخلق العروس دي لا عيب فيها ولا غضن ولا أي شيء من مثل هذا، بيقدسها وبيغسلها بالكلمة. أفسس 5، لما تعرف أفسس 1، مش عايز أقرأ لك آيات كتير لأن عندنا شغل شوية النهاردة، مش هطول عليك، بس في أفسس 1 يقول لك ده قوة القيامة بكل سلطانها له المجد في الكنيسة لكي يخضع كل الأمور تحت قدميه من أجل الكنيسة. وبالتالي الكنيسة هو مكان السيادة الإلهية بتاعة السماء على الأرض. الإكليسية الشعب الخارج من الطبيعي. لو الشعب المؤمنين عايشين في الطبيعي ما بيبقاش ليهم سلطان، لأني من شعب الرب بنرفع عنينا من الطبيعي إلى الجبال من حيث يأتي عوني، إلى المش حاصل، إلى المعجزي، إلى الوعد، إلى الكلمة، إلى الحقيقة، مش الواقع، إلى الحقيقة اللي في السماء. هو ده اسمه الإيمان. فبنقف بحتة مختلفة، احنا خارجين من العيان لحاجة اسمها إيمان، وفي المكان ده في سلطان، في حكم. الإكليسية تحكم، بقالي مرتين عمال بشرح لكم وفي فراس السنة. الإكليسية دي كلمة يونانية عن اليونانيين اللي كانوا بيخرجوا جماعة محددة الرقم والأسماء، بيلبسوا ثياب خاصة، كانوا بروح يجتمعوا في معبد روماني وقعدوا يتجادلوا في حكمة الرومان عشان يخرجوا بالتشريع اللي اليونان كلها بتخضع ليه. لما اليونان كانت متحكمة في العالم في ذلك الزمان، يعني المملكة اليونانية، كان كل العالم أو كل البلاد اللي خضع لليونان بتحكم من هذه الإكليسية. ويسوع قال أنا ببني الإكليسية بتاعتي، ببني إيه؟ كنيستي. والإكليسية دي بتاعتي بتحكم، وأبواب الجحيم ما بتقدرش تقف قدام السلطان والحكم بتاع هذه الإكليسية. هذا الزمن من 16 فما وطالة اللي حكيناه في نهاية السنة، رب بيعمل نوبة صحيان، يقظة، استيقاظ، صحوة لإحنا مين على مستوى شخصي، على مستوى حضرتك وحضرتك لوحدك، وعلى مستوى جماعي. في حاجة اسمها إكليسية في مصر، في حاجة اسمها إكليسية في الشرق الأوسط، وبقرة مصر بقرة مهمة لوقفة إكليسية رب عمال بيبنيها. هذه الجماعة اللي بتقف في الروح، اللي مش مربوطة بالعيان، اللي بتحكم في حد في مستوى تاني اسم الروح، اللي من خلاله في الوقفة في المكان ده أبواب الجحيم لا تقوى. بأي سلطان تفعل هذا؟ أنا ما تقدرش تعمل حاجة من غير سلطان، ما تقدرش تعمل حاجة من غير سلطان، ما فيش تأثير من غير سلطان. السلطان هو اللي بيطلق التأثير. ما فيش تأثير لو ما فيش سلطان خارج منك، في حاجة تانية ليها سلطان.
العالم ليه سلطان، الهم ليه سلطان، الخوف ليه سلطان، الظروف لها سلطان، أو الروح القدس اللي جواك لك سلطان. لو أنت مش مدرك السلطان وبتوقف فيه ببساطة، حكي لك ببساطة النهاردة بحبة حاجات عملية باسم يسوع، أنه إزاي تتحرك وتدرك السيادة الإلهية. هستعمل كلمة سيادة أكتر من كلمة سلطان، هحاول أستعملها النهاردة أكتر. لأن يعني لو ما فيش سيادة إلهية في حاجة تانية بتسود. ما فيش سيادة على ذهنك وعلى أفكارك وعلى قلبك وعلى صحتك وبتطلب هذه السيادة أنها تسود عليك، أنت بتعرفش تطلق سيادة. هل إحنا مدعوين نطلق سيادة؟ نعم، ده الإكليسية. الإكليسية بتطلق سيادة الرب عليها وبتطلق سيادة الرب من خلالها. لو مش عاجبك كلمة سيادة أذكرك أنت بتسميه هو إيه؟ سيد. لهو سيد فهو له سيادة، وهو له سيادة عليك. الإكليسية مدعوة في الروح أنها تطلق هذه السيادة الإلهية حواليها، وده أنا حكولك النهاردة. أول شيء فقدوا، جملة بقولها كتير جدا، أول شيء فقدوا آدم في الخطية هو السلطان، لأن آدم أعطي ليه سلطان في الجنة. قال له اخضع الأرض، تسلط، اديك كل السيادة، انت مخلوق على صورتي كشبهي كمثالي، أنا حطيت كل القصة فيك، تسلط، اخضع الأرض، تسلط. أول شيء فقده، عشان بس تستوعب، أول شيء حرصت الخطية أو حرص إبليس أن يسرقه من آدم وبني آدم هو السلطان. قال له آدم، قال كده، اللي كان له السلطان في الجنة ويخضع الأرض ويتسلط، قال له أنا خشيت لأني عريان فاختبأت. فقد السلطان. السلطان ما كانش جاي أنه مكسي، أنه متغطي، لأنه كان عريان قبل الخطية. فالسلطان مش جاي من بر شخصي، السلطان جاي أنت ماشي مع مين ومين ساكن فيك. السيادة مش جاية من صوت عالي. في ناس كتصور لو أنا زعقت حبقى ليه سلطان. السيادة مش جاية من صوت عالي، السيادة مش جاية من انفعال، السيادة مش جاية من أعمال الجسد، السيادة مش جاية من أنك أنت بتعمل حاجة، السيادة جاية من أنت ماشي مع مين. فآدم كان عريان بس كان له كل السلطان. آدم استمر عريان بس فقد السلطان، لأن القصة أنت ماشي مع مين. اختبأت من الرب فقد سلطانك، ماشي مع الرب أنت ليك سلطان. بدون سلطان مفيش تأثير، والسلطان مش جاي من حاجة أنت بتعملها، السلطان جاي من سكنة إلهية، من مقابلات، من سكنة لطبيعة إلهية سكنة فيك بلغة العهد الجديد، سكنة فيك. وهذه الطبيعة تقيلة، وكل ما بتتقل سلطانك بيتقل. الملوك ما بيحتاجوش يزعقوا عشان نحصل حاجة، الملوك بس يقشروا. حد فهم حاجة؟ ليه؟ لأن السيادة تقيلة. بحسب اللي بيحكم على اقتصاد بلاد، بحسب الذهب المكنوز في البنك المركزي، قوة الاقتصاد بتاع البلد مربوطة بحسب الرصيد الذهب المكنوز في البنك المركزي وقيمته قد ايه. ممكن تبقى بلد مديونة، اكثر بلد مديونة في العالم امريكا، اكثر بلد عليها عجز في الموازنة امريكا مش مصر، بس اكثر بلد في تقل في البنك المركزي بتاعها، بتكلم اقتصاد دلوقتي، أكتر بلد في تقل في البنك المركزي بتاعها هي أمريكا. ففي سلطان، فمش فارق اللي حاصل النهاردة. الحالة وأنا مش يعني مش بمجد أمريكا، أنا بدي مثال، فمش مهم النهاردة إيه اللي حاصل، المهم في تقل جوه. لا، خد ده بقى على عالم الروح، خد ده على السلطان. كل ما تزداد العلاقة، كل ما تزداد تقل الطبيعة الإلهية فيك، كل ما بيزداد السلطان حتى لو ما نطقتش. حتى
هحكي لك يعني ايه السلطان حالا، بس مبدئيا انا بديك خلفيه. السلطان هو دائره التاثير او دائره السياده بتاعت الرب على حياتك، اللي بتعمل تقل الهي وبتؤدي الى سياده حواليك. فتجد فجاه البيت، الاحداث، الشغل، الصحه، الامور، في دائره من السياده الالهيه. الإكليسية مدعوة أنها تحكم. تحكم يعني إيه؟ يعني بتطلق هذه السيادة اللي عليها، لأن هو السيد بتاعها، بتطلق هذه السيادة من خلالها على كل حاجة حواليها. أبواب الجحيم لا تقوى عليها. أنا ببني الإكليسية بتاعتي. خليني أقرأ لك شاهد كلنا عارفينه، ملوك الأول 18. أنتوا هنا؟ طيب، ملوك الأول 18 ده إصحاح مشهور جدا، فاكرينه؟ مفروض تكونوا يعني ايه، ده جبل الكرمل، ده ايليا في جبل الكرمل. ده شاهد مشهور جدا، محفوظ جدا، معروف. ورب قال في الازمان الاخيره قبل المجيء الثاني بسكب روح ايليا، سكب الروح ايليا قبل المجيء الاول، بسكب ايليا او روح ايليا، سكب روح ايليا على يوحنا المعمدان قبل المجيء الاول، بسكب روح ايليا على الكنيسه قبل المجيء الثاني. ف كلكم عارفين الشاهد، بس خليني ابص معاك على حاجه. ايليا بيقول لاخاب كده في عدد 19، الان ارسل واجمع الي كل اسرائيل الى جبل الكرمل وانبياء البعل 450. انبياء البعل كان عددهم كام؟ 450. وانبياء السواري 400. واحنا صغيرين كانوا بيقولوا لنا كان في 400 من الكهنه، هو الحقيقي كان في 850. انبياء البعل 450 وانبياء السواري 400. هقول لك ليه كانوا بيقولوا لنا 400 بس، حالا هشوفها. يعني كان في 850 واحد من اساتذه السحر في الوقت ده، منهم 450 تحت ايد ايزابل و400 تحت ايد البعل. فأرسل أخاب إلى جميع بني إسرائيل وجميع الأنبياء إلى جبل الكرمل، فتقدم إليه لجميع الشعب وأما كلمهم، إن كان الرب فاعبدوه، إن كان البعل فاعبدوه. عدد 22، قال إليه للشعب: أنا بقيت نبيا للرب وحدي وأنبياء البعل 450 رجلا. نقطة في الإنجيل بتاعنا، بس لو بصيت على إنجيل الشواهد تكتشف إن في العبري مفيش نقطة لسه، إنه مكمل وأنبياء السواري 400 ومكتوبة تحت في إنجيل الشواهد. فكان في 850 واحد بيعملوا سحر. فليعطونا ثورين، عدد 23. فاختاروا لانفسهم ثور، اقطعوه ودعوه على الحطب وهو يعمل كده، فاكرين؟ ثم تدعون باسم الهتكم، عدد 24، وانا ادعو باسم الرب والاله الذي يجيب بنار هو الله. عدد 26، انا بنط عشان كلكم عارفين القصة. أخذوا السور الذي أعطي لهم وقربوه ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل أجبنا. لم يكن صوت ولا مجيب. كانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل، وعند الظهر سخر بهم إلي قال: ادعوا بصوت عالي لأنه إله، لعله مستغرق أو في خلوة أو في سفر مسافر أو لعله نايم فيتنبه. فصرخوا بصوت عالي وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم. يعني تحولت السحر اللي بيعملوه إلى سحر بالدم، بدمهم هم مش بدم بالضبط. ثم جاز الظهر وتنبأوا إلى حين إصعاد التقدمة ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مزغي. حقق فينه قبل ما أكمل في قصص سابقة وفي قصص بعد كده، أنبياء البعل كان بيصنعوا سحر كتير. في قصص سابقة في العهد القديم مع الملوك اللي قبل كده، وقصص بعد كده لأن كان في كهنة البعل لسه موجودين، كانوا بيعملوا سحر كتير. في القصة دي 850 واحد منهم معرفوش يعملوا حاجة. تفتكروا ليه قعدوا يستمروا في هذا الإلحاح والإصرار من الصبح للظهر؟ ولما اتريق عليهم
لحسن يكون مسافر أم ابتدوا يقطعوا نفسهم. ليه هيعملوا كده لو هم مش متوقعين استجابة؟ أنا ببص على كهنة البعل دلوقتي. 850 دول واحد منهم كان بيعرف استجابات قبل كده، بس في جبل الكرمل ما حصلش ولا حاجة. ليه؟ لأن إيليا كان واقف. سلام. هتفهم حاجة؟ قبل هذه القصة كانت البعل كانوا بيعملوا حاجات، بعد هذه القصة كانت البعل بيعملوا حاجات. السحر له قوة شيطانية طبعا، بس قوة. فهنا طب الشيطان كان فين هنا؟ كانش متحرك، كان مسافر. ليه؟ لأن كان في واحد فوق الجبل واقف واخد السيادة، واخد الكنترول. أول حاجة عملها في الآل وراها عمل إيه؟ إيليا أم جمع الـ 12 حجر وعمل مذبح شعب الرب الـ 12 في العهد القديم إكليسية. بسبب السيادة المطلقة من واحد واقف في الجبل ما حصلش حركة فوق الجبل من 850 واحد بيعملوا سحر أسود. لو في الأزمنة الأخيرة رب يسكب روح إلي على الكنيسة، وبيسكب روح إلي عشان لما الكنيسة تقف بإدراك هي مين وقف في مين وإنها إكليسية، إبليس ما بعرفش يتحرك. حتى لو كان بيتحرك قبل كده كانوا بيقطعوا نفسهم لأنهم مش مستغربين ليه السحر مش شغال. هو مش شغال لأن في واحد واقف، مش شغال لأن في واحدة واقفة في البيت، مش شغال لأن في واحد واقف، لأن في واحد واقف في البيت، واحد واقف في الـ في الـ في, الـ في الشغل بتاعه، واحد واقف في إبليس ملوش سلطان لأنه واقف، لأن الروح اللي فيه هو عليه سيادة إلهية. حي هو الرب لأنه واقف أمامه، إلهي سيدي، لأنه سيدي أنا بأطلق هذه السيادة. جاء الوقت إن حضرتك بصورة عملية، أنا ابتديت بخلفية روحية وأتكلم بصورة عملية، ده اللي في قلبي النهاردة، إنه جاء الوقت إنك تطلق السيادة بتاعت الرب اللي عليك لأنك ماشي معاه، تطلق هذه السيادة لأجواءك، لبيتك، لشغلك، لظروفك، لخدمتك. بوقف نفسي من جمل عشان ما تتفهمش غلط. لو في خدمة ممكن تلاقي خدمتين، وكما لو ولاد الرب الاثنين وبيحبوا الرب الاثنين رايحين السماء الاثنين والاثنين مسمرين وكل حاجة، مش بنقش في أحكام. لكن ما تجد خدمة، الخدمة عمالة بتشحت في نفسها قدام ربنا علشان في حروب كتيرة في حروب كتيرة في حروب كتيرة في حروب كتيرة، واجتماعات بقى تشفع وصلاة وكسر وخدمة تانية تجد في نفس الزمن الخدمة بتمر حروب حروب وإبليس وإبليس وإبليس، خدمة تانية مش بتحركها في كده وبيعملوش، وتلاقي أربعة خمسة بس هما اللي بيصلوا، وبيصلوا ببساطة وما بيطلقوا السيادة. أنا مش بقول ده أفضل من ده، أنا بقولك بس في طريق صعب لو مش تخدم السيادة، وفي طريق مقدس لا يصعد عليه وحش لو تطلق السيادة. أنا كنتش هقول الكلام ده بس قلته علشان تفهم حبة حاجات في ال 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 إطلاق خدمتك. ومرة تاني السيادة مش صوت عالي، السيادة مش ومش السيادة عبارة عن روح خارج جاي من تقل، وتقل الحضور اللي على حياتك لأنك بتمشي معاه. ده السيادة الإلهية، السيادة الإلهية عليك بتطلق السيادة الإلهية منك. ارجع لإلي، حي هو الرب اللي أنا واقف أمامه. فوقف على جبل الكرمل قدامه 850 واحد، في أي 850 واحد؟
850 واحد بيعملوا سحر، عملوا سحر قبل كده وبعد كده في الكتاب المقدس عملوا سحر بعد كده، بس هو واقف قدامهم ومتوقعين، كانت بتمشي قبل كده بس فوق جبل كرمل مش ماشيه، السحر مش شغال، ليه؟ في واحد واقف. ده قبل ما النار تنزل، اذكرك انا لسه ما دخلناش على النار لما نزلت، قبل ما النار تنزل بس في واحد واقف بسياده. فبنى الحجاره مذبح، ليه؟ لان القصه اكليسيه، القصه شعب مقدس مفصول، قال لهم تعالوا الي. فاكرين قال تعبير غريب، مش غريب يعني، بس احنا بنقراه بسرعه. عدد 30، قال الي لجميع الشعب تقدموا الي، فتقدم الي جميع الشعب فرمم مذبح رب الموت. لما انفصلوا ام رمم المذبح، اوكي مش هنوقف عند ده. كلكم عارفين، وقال لهم ارموا ميه صبوا اربع مرات، سوري اربع جرات ماء ثلاث مرات، يعني كام؟ برافو، هما 12 حجر و12 جردل. ما خدتوش بالكم عشان كده ما ضحكتوش، بس مش مشكله. القصة كلها ان كل حجر فيهم كان برد، هم كانوا شعب تحت سلطان إيزابل كانوا بردوا، بس بقى عنده صلاحية إن ينزل عليهم نار لأنهم انفصلوا. تقدموا إليه فتقدم الشعب، انفصل ده فوق، خلي بالك فوق جبل الكرمل. فأما جمع الـ 12 حجر، 12 حجر دول بردين أصلا، مش حجارة حية عهد جديد رسالة بطرس، دول حجارة بردة تحت سلطان إيزابل وأخاب. فرمى الجراد المية 4 في 3 12 على عدد الحجارة، بس ان هم انفصلوا النار بتنزل. مفيش سلطان الا اعطي لك من فين؟ من فوق. يوحنا 1:12 يقول لك كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان. اذا هذا النار انها تنسكب على الحجر بتاع حياتك، حتى لو انت بارد النهارده مفيش اي مشكله، لانه هو قال انا اعطيتك السلطان. كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان. فالحجر بارد مش بيوقف ان النار تنزل عليه، المهم ان الحجر وقف قدام الرب وأدرك أنا عايز النار تنزل علي. أنت كويسين؟ إن الحجر سقعان بالمية لأنه كان في جردل لكل حجر. الحجر سقعان بالمية ما بيمنعش النار تنزل. لو الحجر واقف قدام الرب. الآل بحبها كلكم عارفين 38، فسقطت نار الرب أكلت المحرقة، ده اللي على المذبح، والحطب، الحطب اللي حوالين المحرقة، والحجارة، الحجارة اللي منها المذبح، والتراب، التراب اللي حوالين المذبح، والمية، المية اللي حوالين بسبب ال 12 جردة المية. يعني النار نزلت على الذبيحة فحصل سيادة، حصل حضور، حصل هيمنة، حصل هيبة، حصل مخافة. بس هذه السيادة بتعمل دوائر محيطة. فأم أخذت الخشب اللي عليه الذبيحة علشان تتحرق، وبعك الحجارة المذبح، وبعك التراب اللي حوالين المذبح، وبعك المية اللي عملت مجرى لأنه مدى 12 جردل. بحجم السيادة الداخلية، حجم اتساع دائرة السيادة الخارجية. مرة تاني، بحجم النار اللي بتنزل في البقرة اللي هو حضرتك وحضرتك والإكليسية، حجم التأثير اللي بيخرج من هذه البقرة رايح لغاية فين؟ لو السيادة بسيطة خفيفة التأثير خفيف، لو السيادة الإلهية تقيلة فالتأثير تقيل وبيروح لمسافة أبعد. تقول لي أنا بصارع في حاجات كتير، أقول لك حلو قوي، ده وقت السيادة تزداد على حياتك. تقول لي أنا بحارب في حاجات ومعصلجة، أقول لك حلو قوي، تعال نقف أنا وإنت قدام الرب ونقول له تعال علينا بقوة أكتر.
ليه؟ كل ما بتزداد السيادة الإلهية في أعماقك، كل ما بتزداد دائرة التأثير حواليك، تقول لنا نشكر ربنا عيالتي كلها حلوة بس عندنا ولد واحد منهم بس. عندي ثلاث عيال بس واحد منهم ضارب. أقولك حلوة قوي، حلوة قوي. نشكر ربنا من أجل الاثنين بس التالت ده برضو. خلي التأثير يزداد عليك أنت ومراتك. هيقوم مغطي الدائرة، بتوسع الدائرة، عمالة بتوسع. كل ما النار بتزداد على السنتر، كل ما النار بتعمل دوائر أوسع حواليها. طبق ده على الخدمة. عايز خدمتك تتسع، زود السيادة عليك. انتوا حلوين. مفيش إكليسية بدون سيادة، سيادة عليها، سيادة من خلالها، لأن الإكليسية مدعوة أنها تحكم. كورنثوس الثانية، كورنثوس الثانية صح 10، بيحكي عن دوائر التأثير. ببساطة ببساطة ببساطة، لو الكلام بجمل كتيرة فأنت بتفقد ببساطة ببساطة. في حاجة اسمها إكليسية، والإكليسية ده حضرتك وحضرتك اللي خارج من الطبيعة عشان تقف قدام الرب. وفي هذه الإكليسية في حكم، أنت مدعو أنك تحكم، مدعو أنك تحكم. لأنه أنت مش بتحكم، في حاجة بتحكم عليك. لو انت ما عندكش حاجه بتعملها، العالم بيسرق وقتك. فانت طول الوقت يجب ان يكون لك سلطان او حكم او سياده على انت بتعمل، سياده على افكارك، سياده على قلبك. ودي حاجه بتعطى ليك من فوق. الذين قبلوه، قبلت الرب يسوع فيه، اعطاكم سلطان. تقرا كده في لوقا، سلطان ان تدوسوا حياه العقارب وكل قوه العدو ولن يضركم شيء. ليه؟ لا، ما هو لو انت ليك سلطان لن يدورك شيء. لو انت مالكش سلطان، اي حاجه حواليك هيبقى ليها سلطان عليك. انا بكرر نفسي بس انا عريض. تقول لي انا ام وانا غلبانه، تقول كلام كبير. لو حضرتك مالكيش سلطان، والسلطان حضرتك مش انك بتزعقي في بناتك، سلطان حضرتك بيأتي من جاي حاجه جايه من فوق عليكي. ولان ليكي سلطان فبيبقى فيه تأثير، فبيحصل سلام وهدوء وهيمنة. يسوع وقف وسط السفينة. السلطان، بأي سلطان تفعل هذا؟ أنا مش هقول لكم. يوحنا قال لنا ده جاي من فوق. هو السلطان اللي بينسكب على حضرتك وعلى حضرتك، جاي من فوق، جاي من العلاقة، جاي انك ماشي معاه. هذا السلطان بيطلق تأثير في البحر بقى هادي. لما في مره تانية جاء في نص الليل وكان بقولك اول ما دخل السفينه للوقت صارت في المكان اللي هم رايحينه. سلطان. فلو حضرتك ست بيت، لو حضرتك في الشغل، لو حضرتك في سياده بتؤثر على احداث حياتك اليوميه الحياتيه، وبالتالي على خدمتك، وبالتالي على الكنيسه، وبالتالي من الكنيسه على الشرق الاوسط. فاطلع بالدوائر بقى لغايه الميه، من محرقة للحطب للحجارة للتراب للمية، دوائر. كورنثوس الثانية صح 10 بيتكلم عن التأثير، عدد 13، آيات سمعتوني بقولها بكده. لكن نحن، بولس بيتكلم عن نفسه، لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا. بصوا، كلمة قياس متكرر هنا كتير، هكمل آية وراها بس أنا بقف عشان أتأكد أنك معايا، ما بتفصلش مني. بولس بيتكلم عن حاجة اسمها قياس، في اليونانية هنا مترون، تشبه عليها دي جاية من إيه؟ مش من المترو، جاية من المتر، جاية من المتر، قياس. فبيقول ان في متر وفي قياس. طبعا مش متر يعني 100 سنتي، ده الكلمه اليونانيه بتعني قياس، مساحه
مساحة تأثير. فأنت بحقرا الآية مرة تانية، أنا حريص بس ما تفصلش مني، هو بيتكلم عن مساحة تأثير خارجة من الخادم، فبيتكلم عن خدام آخرين عندهم مساحة تأثير، وكان بيتكلم عن نفسه كمساحة تأثير. إيه مساحة التأثير دي؟ هي مساحة السلطان. بحسب النعمة على حياتك في سلطان، وهذا السلطان له مساحة تأثير. لو أنت بتتكلم على مستوى أرضي، فالسلطان على مستوى، لو أنت مثلا مدير في الشغل، فسلطانك على الموظفين اللي تحتيك، لكن ما لك سلطان على الموظفين اللي في قسم تاني، ما لك سلطان على الموظفين الأعلى منك، ليك سلطان على الموظفين اللي تحتيك، ده على مستوى أرضي. في الروح أنت كلام على مستوى في حتة تانية خالص، وفي مستوى الروح ومستوى الخدمة السلطان له مساحة تأثير برضه. بحسب إيه بقى؟ مش بحسب الموظفين اللي تحتيك، لكن بحسب النعمة اللي عليك. إن شاء الله تكونوا بخير، أنتوا معايا؟ فمش بحسب مين تحتيك، لكن بحسب النعمة اللي عليك دائرة السلطان بتحصل في عالم الروح. فمرتين، نحن عدد 13، نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب مساحة السلطان اللي علينا الذي قسمه الله لنا كمساحة سلطان. أنا بلغي قياسا وبديك مساحة سلطان للبلوغ إليكم أيضا، لأننا لا نمدد أنفسنا، يعني مش بندي كتف بالجسد ونقول لا احنا عندنا سلطان على كل حاجة. لا نمدد أنفسنا كأننا لسنا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم في إنجيل المسيح. يعني أنتم في دائرة السلطان لأن احنا وصلنا ليكم، لأن احنا اوريدي دائرة النعمة اللي على حياة بولس أثرت عليكم، فأنتم في دائرة السلطان، أنتم في القياس بتاعنا. غير مفتخرين إلى ما لا يقاس، يعني مش بنفتخر بدائرة سلطان مش بتاعتنا في أتعاب آخرين، ناس آخرين هم اللي تعبوا فيها وهم اللي عملوا دائرة السلطان دي، بل راجين إذ نما إيمانكم. يعني لو أنتوا إيمانكم ازداد فأنتوا بقيتوا مؤثرين، التأثير بتاعكم دائرة السلطان بتاعتكم هتتحسب لينا احنا كمان. بل راجين إذ نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة. يعني إيه؟ يعني بولس بيقول دائرة السلطان هتزداد طول ما أنتوا بتزدادوا في السلطان وفي الإيمان. ببساطة المبدأ اللي هنا، مبدأ له علاقة بالخدام بدون دخول في تفاصيل، ببساطة بولس بيقول في مساحة من السلطان خارجة، وهذه المساحة تطلق تأثير، وهذا التأثير ممكن أن يزداد كل ما ازدادت النعمة. في حتة حضرتك وحضرتك بتتمشى فيها مع ربنا بتديك سلطان، وهذا السلطان كل ما تتمشى وكل ما ازداد التقل بتاع الحضور الطبيعة الإلهية في حياتك، كل ما بتزداد الدائرة، يزداد القانون، يزداد القياس. فالحاجات اللي كنتش تقدر توصل لها قبل كده لو جلست حبيب بتوصل لها لأن النعمة زادت عليك. أرواح الشر كنتش تقدر تحسمها قبل كده بتحسمها لأن النعمة زادت عليك. حاجات كانت تعصلك معاك قبل كده ما بقتش بتعصلك معاك لأن النعمة زادت عليك. كل ما بزداد السيادة بتزداد دائرة التأثير. انتوا معايا؟ فلما تصلي لحد وما يخفش تعمل ايه؟ ما ترفضش. روح للسورس، للمصدر بتاع السلطان، واتملي اكتر، امشي معاه اكتر، وارجع لنفس الشخص اللي انت ما حصلش معاه شفاء وصلي له تاني. اصل دائرة التأثير بتزداد عليه لما زادت النعمة والسلطان تزداد عليك. انتوا حلوين؟ انتوا سهرانين معايا؟ عندنا حبة شغل يعني. ففي حتة بتتمشى فيه، عارف ايه الحتة بتتمشى فيها دي؟ اسمها جنة. لأن لما آدم كان بيتمشى مع الرب كان عنده سلطان، لما اختبأ من الرب فقد السلطان.
والجنة دي موجودة في قلبك. هب يا ريح الشمال وريح الجنوب على جنتي فتقطر أطيابها. الجنة دي ملهاش دعوة بظروف خارجية، الجنة دي لها دعوة بقلبك. فأنت ممكن تبقى في أوحش حتة بس في جنة. إذا فرشنا، إذا سكنتم بين الحظائر، عارفين الآية دي سفر المزامير، إذا جلستم بين الحظائر، يعني يعني عارفين الحظيرة، حظيرة أوكي، لك إذا سكنتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة وريشها بسفرة الذهب والفضة. يعني في وسط الحظيرة روح القدس يأتي بذهب وفضة. الجنة بتاعتك مش مربوطة بالحظيرة اللي انت عايش فيها. مع احترامي للجميع هنا وهم عايشين فين، ممكن تبقى عايش في حظيرة بس جواك جنة. ما تخليش الظروف اللي برة تبقى شماعة بتعلق عليها ليه انت مش في انطلاقة او في سلطان. الجملة دي بايخة بالمناسبة، الجملة اللي فاتت دي مش مشجعة، دي بايخة، هقولها تاني عشان بايخة. ما تخليش ظروفك تبقى الشماعة اللي بتعلق عليها عذر انت ليه مكمل في ضعف. لان الجنة اللي بتمشي فيها معاك الرب في حتة ما حدش يقدر يقرب منها الا لو انت سمحت له، اسمها قلبك. لو في الحظائر دوشة وريحة، مش الحظائر كده دوشة حمير بتنعر وبقر وريحة، فكل حواسك مليانة بالحظيرة، لكن في وسط ده أجنحة حمامة ريشها مغشة بالذهب والفضة، يعني في فدا وفي مجد في وسط الحظيرة. ما تسمحش، ما تعلقش عذر بسبب ظروفك. افتح قلبك وتمشى في قلبك مع الرب، هو ده الجنة. هب يا ريح الشمال وريح الجنوب على جنتي، قالت العروس كده، فتقطر أطيابها. فلما يأتي العريس انت بتتقابل معاه في الجنة، بتقابل معاه في الجنة، بتقابل معاه في قلبك في وسط كل حاجة. فاكرين حكيتكم القصة دي من زمان عن هذا الشاب اللي كان في السويس اللي كان بياخد خلوته في الحمام؟ فاكرين؟ ببساطة بحسب دائرة السلطان عليك بتطلق دائرة السلطان حواليك. إنجيل لوقا، تقول لسه أنا محتاج أمشي بسرعة، بس أنا مش همشي بسرعة علشان أنا محتاج إنك تفهم ده النهاردة. لوقا 10، فكل ما أرسلهم اتنين اتنين، أنا أرسلكم مثل حملين عدد ثلاثة بين الذئاب، لا تحملوا كيس ولا مزود ولا أحذية. يعني أخرج برة إكليسية، أخرج برة الطبيعي، أخرج برة المعتاد والعام، أخرج برة العيان. لا تحمل لك كيس ولا مزود ولا أحذية، لا تسلموا على أحد في الطريق. أي بيت دخلتموه قولوا أولا سلام لهذا البيت. كلكم سمعتوني بقول هذا الكلام، فإن كان ابن السلام يحل سلامكم عليه وإلا فليرجع إليكم. أقيموا في، هتفهم حالا الحتة دي، وأقيموا في ذلك البيت أكلين شاربين، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت. أية مدينة دخلتموها وقبلوها كلوا مما يقدم لكم، اشفوا المرضى الذين فيها، قول لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. أوكي، كلكم عارفين الحتة دي، بس أنا عايز المعنى. وإيه اللي بيحصل؟ يخشوش البيت يقول سلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم ماشيين معاه، ففي دائرة التأثير. فلما بيخشوا مكان بيطلقوا دائرة التأثير ده على البيت، قولوا السلام. هو يعني ايه يترد ليكم السلام؟ يعني مش عايزين سلامكم يعني؟ لا، في تأثير خرج ومحدش بيستقبل التأثير. مفيش رد فعل من التأثير بتاع سلامهم على هذا البيت. سيبوا البيت لغاية لما تجدوا بيت، لما تقفوا فيه هذا التأثير بيستقبل. هتفهم حاجة؟ لما يستقبل هذا التأثير اشفوا مرضاهم. ليه؟ أنا وقف دائرة التأثير. ما تنتقلوش من بيت لبيت. ليه؟ عشان ما تروحش الحتة في ناس مش قابلة هذا التأثير على حياتك. هتفهم حاجة؟
وبالتالي الكليسية يجب أن تحكم. لو الكليسية مش بتحكم بتنفض ترابها وتروح لحتة تحكم فيها، ولأنها في الروح بتحكم لازم الأرض تستقبل هذا التأثير، ولو ما استقبلتوش يبقى في حاجة مفصولة. فأنفض التراب واطلع وروح لحتة بتستقبل التأثير اللي في الروح على الأرض عشان يحصل شفاء للمرضى. الإكليسية يجب أن تحكم. لو الإكليسية مش بتحكم مش فرقة، هو بنخدم ليه ننفض التراب؟ مش بايخة برضو؟ خذوا أهو ترابكم. القصة مش كده، القصة إن في دائرة من التأثير الحكم اللي حاصل في الروح عشان يلمس الأرض من أجل الشفاء. لو في مقاومة لهذا التأثير، رفض لهذا التأثير، خلاص خرجوا من هذا البيت. لغاية لما تجدوا بيت سلام، بيت بيستقبل هذا التأثير، بيت بيستقبل هذا الحضور، بيت بيستقبل هذه النعمة. فاقعدوا في هذا البيت واشفوا المرضى، قولهم قد اقترب منكم ملكوت الله. حضرتك مدعو أن تكون تحت سيادة ولك سيادة، تحت تأثير ولك تأثير، والرب دايما عايز يحطك في المكان اللي تكون فيه مؤثر وبتحكم. أنا بختصر مواضيع بس عشان أقول المهم. مرقس 11 ما أختم بهذا الشاهد. مرقس 11 حكينا قبل كده عن قصة التينة، فاكرينها؟ يسوع عدى التينة لا يكون فيه، فاكرين؟ عدى 20 الصباح إذ كانوا مكتزين رأوا التينة قد يبست من الأسور، فتذكر بطرس وقال له يا سيدي أنظر التينة التي لعنتها قد يبست. أجاب يسوع قال لهم ليكن لكم إيمان بالله. بس لو أنت بتكتب، لو أنت بتكتب بدل مرقس هتكتب حاجات تانية، بس ده اللي حصل. ايه اللي حصل؟ يسوع بيقول لهم اللي حصل مع التينه ده انتم مدعوين تعملوه، وقال لهم المفتاح تعملوه بايه او ازاي. العربي بيقول لك كلكم ايمان بالله، بس كلكم عارفين اليوناني مفيش بهدي. ليكن لكم ايمان الله. ليه حلوه ايمان الله اكتر من ايمان بالله؟ هي القصه مش انا مؤمن بالله، قصه مش الله كبير واحنا مؤمنين بالله، لا قصة مش كده. إيمان الله، الطبيعة الإلهية اللي فيك، لأن الطبيعة الإلهية هي إيمان الله فيك، وإيمان الله فيك بتوقع نتيجة لكل صلاة، لكل كلمة، لكل حاجة بتقولها. هو ده إيمان الله. ليه تتوقع أن يكون ليك سلطان؟ لأنك ماشي مع الله وجواك طبيعة إلهية. الطبيعة الإلهية بتديك صلاحية التأثير الإلهي. رب له تأثير إلهي على حياتك، ولأنك ماشي معاه وفي طبيعة إلهية فيك، إذن هناك تأثير إلهي من خلالك. ببساطة يسوع بيقول لهم خلي عندك إيمان. إيمان بإيه؟ إيمان أن الطبيعة الإلهية اللي فيك لو قالت للجبل انتقل بينتقل. الإيمان كنت بقولها لكم من أسبوع ولا من أسبوعين مش فاكر، الإيمان بيجب أن تتوقع نتيجة، مش لأنك أنت جواك إيمان عظيم، مش لأنك قريت مش عارف إيه. الإيمان جاي من أنك جواك طبيعة إلهية، أنت ماشي معاه وجواك طبيعة إلهية، وهذه الطبيعة الإلهية لها تأثير، لها تأثير عليك ده ماشي معاه، ولها تأثير من خلالك. فلو قلت للجبل ده إيمان الله، ده إيمان الطبيعة الإلهية اللي جواك إن في نتيجة. هقول حتة مهمة قوي وهتحتاج تسمعها مرتين ثلاثة بعد كده في الشريط ولا في على النت أو أي حاجة عشان تطبقها، لأن مهم قوي إنك تطبقها. في ثلاث كلمات المستوى الطبيعي اللي المؤمنين عايشين فيه مش الإكليسية، هو الزمان والمكان. بكرر كتير الكلمتين دولة بس بيعدوا عليكم لأنه بقولهم بسرعة، فهقولهم ببطء وهختم بيهم. الزمان والمكان هما القوتين الطبيعيتين اللي بيخدونا لتحت. كل حاجة بتحصل في حياتك بتحصل في مكان وبتحصل في زمان.
ما فيش فقاقة في الكلام ده، بس أنا بأس عارفين إيه فقاقة دي؟ مش مهم. يعني ما فيش اختراع، في ذكاء. ببساطة كل حاجة بتحصل في مكان وفي زمان، حصلت في الشغل في المكتب في ساعة كذا، حصلت في البيت في الأوضة في الساعة كذا، كل حاجة مربوطة بزمان ومكان. العاملين دول عاملين بيعملوا عيان ومحدودية وهزيمة ووقوع وسقوط، لأن الزمان والمكان طول الوقت بيتحللوا، الطبيعة الخليقة بتتحلل، فالمكان طول الوقت مليان شيء بيميل إلى الشيخوخة، بيقدم بيقدم، المكان طول الوقت فيه هزيمة، المكان طول الوقت فيه خليقة بتتحلل إلى الإضمحلال. كتاب مقدس يقول عليها كده. فده قوة المكان، قوة المكان. لو أنا عينيا أنا مش خارج من الزمان والمكان، أنا بستمر في الضعف. هقول لك إزاي تخرج منه، بس اسمع شوية، اصبر عليا. هبص على الزمان. الحاجة التانية اللي برضو بتحددنا، الزمان ده خدعة ملهاش حل. عارفين إن الزمان مخلوق مش كده؟ يسوع قبل الزمن، فقبل الزمن كان فيه الله، والزمان حينتهي وبعد الزمن فيه الله. الزمان ابتدى في حتة وبيخلص في حتة، فالزمان مخلوق، الزمان مش حكم علينا. انت موجود في الله قبل ما الزمن يتخلق، وهتبقى موجود في الله بعد ما الزمن يخلص. هترمي الساعة في السماء، مش هتبص في الساعة في السماء. ماشي اوكي. الزمن بيمشي في خط، ماضي حاضر مستقبل، صح؟ مفيش خط تاني، هو ماشي خط كده، حاجه فاتت دلوقتي واللي جاي، صح؟ والناس كلها بتعيش بتاثيرات خبرات الماضي والان من اللي جاي، فما بتعيش دلوقتي. مش بس كده، في خدعه ضخمه جدا اسمها الحاضر. لان عندي اخبار ليك، ما فيش حاجه اسمها حاضر. انت في كل لحظه بتعيش اللحظه اللي وراها. هتحتاج تفكر معايا كتغيير، يعني هتحتاج تدرك نفسك كتغيير. بس ان الثانيه دي خلصت، الثانيه دي خلصت، الثانيه دي خلصت، فانت في كل ثانيه بتعيش الثانيه اللي جايه. فالحاضر خدعه كبيره، كلمه كبيره قوي. ليه؟ طول الوقت الزمن معدي زي السجاده تحت رجليك. عارفين اللي بيعملوا رياضه ويمشوا على ال، انت طول الوقت عامل كده، وطول الوقت السجاده بتسحب من تحت رجليك. فطول عمرك ما بتقف في حته عشان تؤثر في مستقبلك، لان السجاده طول الوقت، انت معايا؟ الزمن طول الوقت بيسحب، فطول الوقت بتجري، واللي جاي بيجري لك. حد فاهم حاجه؟ الا لو عرفت توقف السجاده. فانت عندك حاجتين، انت محتاج توقف السجاده، توقف الزمن، توقف الزمن، وتؤثر على اضمحلال المكان. المكان بيضمحل والزمان بيعدي، المكان بيضمحل والزمان بيعدي، فبتعمل خطيه. المكان بيضمحل والزمان بيعدي، بتعيش في، بتربي عيالك، المكان بيضمحل والزمان بيعدي، بتروح تحضر الاجتماعات، المكان بيضمحل والزمان بيعدي. طول الوقت انت شغال في الاثنين دول، في حاجه بتكسر المعادله دي. الحاجه اللي بتكسر المعادله دي انك بتقف في حته اسمها ايمان. الإيمان بيعمل إيه؟ الإيمان بيقوم، لو الإيمان صح، يعني مش الإيمان لكم لكم إيمان بالله، لكن إيمان الله. إيمان الله بيعمل إيه؟ بيفتح المجال لفاكتور ثالث، للكلمة الثالثة اللي مش موجودة في الزمان والمكان. بيفتح الكلمة الثالثة هي الإيمان، بيفتح المجال لحاجة مش ماشية كده، لكن حاجة نازلة من فوق، روح القدس اللي مليان سلطان. فالإيمان بيقوم فاتح مجال لحاجة نازلة من فوق على السجادة اللي ماشية وعلى الإضمحلال اللي حاصل. الإيمان بيعمل إيه؟
بيفتح المجال لهذا الفاكتور، لهذا المعامل اللي اسمه الروح القدس، ان ياتي ويقوم واقف الزمن في اللحظه علشان ما تحصدش اللي جاي وانت مش بتلقف في وشك، لكن بتقف في اللحظه عشان ايمانك بيفتح مجال لحصاد مختلف وتاثير مختلف لمستقبلك. فالسجاده اللي بتمشي بتقف. عارفين ايه الروح اللي بنسكب ده؟ اسمها ابديه. الابديه مش ماشيه خط، الابديه برا الزمن. فماضي حاضر مستقبل فجاه بيقوم واقف. اعملها كده، ماضي حاضر مستقبل فجاه بيقوم واقف، لانك انت وقفت في النص وفتحت الابديه بايمان. لما بتفتح الابديه بايمان، ده ايمان الطبيعه الالهيه، كل ما بتقوله بتغير حصاد المستقبل اللي انت كنت بتجري 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 وهو ماشي ماشي ماشي، بتغير حصاد المستقبل بحسب اللي انت بتقوله، ودي دايره تاثيرك. احنا مش عايشين والتاريخ ماشي، احنا بنقف في وسط التاريخ عشان التاريخ يحصل. مرة تاني هاخدها بصورة شخصية، انت مش عايش واللي هيحصل هيحصل، ماضي حاضر مستقبل، وانت عمال بتلقف، انت بتوقف ده ازاي؟ في قطك في الاجتماع زي كده، اسمه ايه؟ اسمه ايمان. طب ما اللحظة عمالة بتلف من تحت، لا بس اقف كده وارفع ايمانك وادرك الابدية المنسكبة، ليكن لك ايمان الله، ايمان الطبيعة الالهية، الله برا الزمن وحط نفسه فيك عشان ياخدك من المعاملين دول اللي اسمه زمان ومكان، ويوقفك فيه برا الزمن، وليكن لك ايمان الله اللي بيؤثر على المستقبل. فمش لازم يحصل اللي هيحصل في حياتك، لا، بتقف في حتة فيها تأثير، فيها إكليسية، فيها حكم على اللي جاي. فالسجادة مش بتفضل جاية في وشك. هتفهم حاجة؟ بعضكم هيحتاج يسمع الحتة دي مرتين ثلاثة أربعة لغاية لما يبتدي يعرف يعملها في كل لحظة في بيته في حياته. الزمن ماشي. عمركم ركبت أتوبيس نقل عام؟ اركب اتوبيس نقل عام وتفرج على الناس وتفرج على الشارع وتفرج على الدنيا وتفرج على الزحمه، تحس كله ماشي في السجاده. حد محتاج يدوس على زرار بوز كده، يوقف كده، كل الناس توقف كده شويه، وحد يجيب ربنا هنا عشان الفيلم ما يكملش زي ما هو. في ناس محتاجه توقف الفيلم بتاعها وتستدعي الله بايمان الله عشان الفيلم ما يكملش لنفس النهايه كل مره. ده اسمه تأثير، ده اسمه سلطان، ده اسمه حكم بيحصل في الروح برا الزمان والمكان. لو انت هتفضل محصور في الزمان والمكان هتفضل ماشي في ماضي حاضر مستقبل وانحلال واضمحلال وتحلل، لكن لو انت وقفت ده اللي انا بقوله ده عملي، عملي جدا، ده كتاب مقدس. عشان كده يسوع جاء في ملء ايه؟ يعني ايه في ملء الزمان؟ السجاده اللي ماشيه ستوب وجاء يسوع. عارفين ايه ملء الزمان؟ يعني ماضي حاضر مستقبل وقف لو جاز التعبير، والابديه جات يسوع. يسوع عمل ايه للزمن؟ وقفه واعلن ملكوت الله وقال انتوا بقى شعبي اطلعوا اجروا وقفوه كل ما تلاقوا حاجه غلط. أمين. عشان الوقت تعالوا نغمض عينينا ونصلي.